أهلاً ومرحباً بكم مشاهدين الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي المنوع بعيداً عن السياسة. نظمت دار سوثبيز الشهيرة مزاداً لبيع بعض الأعمال الفنية المتعلقة بالعالم الإسلامي والهند، بما في ذلك لوحة مرسومة للسلطان العثماني سليمان القانوني في القرن السادس عشر. هذا ويضم المزاد نحو 183 قطعة فنية نادرة من أعمال معدنية وسيراميك ومنتجات نسيج وسجاد وأدوات فلكية تغطي فترة القرن التاسع عشر إلى أوائل القرن العشرين، وتمثل جميع بقاع العالم الإسلامي. أسلمت الشابة البريطانية التي أصبح اسمها عائشة روزالي قبل عامين، حيث زارت تركيا وترددت كثيراً قبل دخول مسجد السلطان أحمد في اسطنبول، ولكن ما إن دخلت المسجد حتى تأثرت بالأجواء داخله وببعض الأشخاص الذين رأتهم، وعلى إثرها بدأت في البحث عن الإسلام، ثم أشهرت إسلامها بعد نحو عام من الزيارة، وتخلت عن حلمها في التمثيل وكرست حياتها للتعريف بالإسلام، وهي تشعر كأنها ولدت من جديد. يستعين الراعي جميل شوبان في قضاء بودروم في ولاية موغلا التركية بطائرة مسيرة لمراقبة وتوجيه قطيعه المكون من 600 رأس ماعز. ويعمل تشوبان البالغ من العمر 41 عاماً منذ سنوات طويلة في تربية الماشية، ولكثرة أعداد الماعز لديه قرر تشوبان الاستعانة بالطائرة المسيرة لمراقبة مواشيه في المراعي الواسعة. وقال تشوبان إن سكان قريته يلقبونه بالراعي التكنولوجي لاستخدامه الدرون في مراقبة القطيع هذا، وأكد أنه يحب العمل في رعي المواشي وأنه مسرور بعمله. احتفلت بلدية إينا غولو في ولاية بورصة التركية بعقد قران من نوع خاص بين عروسين من الصم، حيث أعلنا موافقتهما على الزواج بواسطة مترجمة بلغة الإشارة. وقرر الزوجان أوزباي أوزتورك وجانسو كاماتشين عقد قرانهما بعد فترة خطوبة قصيرة، وتولى رئيس بلدية إينا غولو ألبرت أبان عقد القران بحضور أقارب العروسين. دأب السوري علي طه على صناعة مجسمات لمعالم منطقة تدمر الأثرية في سوريا كي يخفف من لوعة شوقه لمدينته التي اضطر للنزوح منها بسبب الحرب هناك. وحول طه الطابق السفلي للمنزل الذي انتقل إليه قبل 3 سنوات في منطقة الباب إلى ورشة يقوم فيها بصنع مجسمات للمعالم الأثرية باحترافية ودقة عالية. وقال إنه يحرص من خلال عمله هذا على إحياء تراث تدمر بعد أن لحق به الخراب، لكنه يعمل على نقل حضارة تدمر للأجيال المقبلة. طورت جامعة اسطنبول التقنية كرسياً متحركاً ذاتي القيادة عبر استخدام حلول الذكاء الاصطناعي لتسهيل حياة ذوي الإعاقة. وأثمرت جهود فولكان سيزر عضو الهيئة التدريسية في قسم هندسة التحكم والأتمتة بكلية الكهرباء والإلكترونيات مع طلابه، أثمرت إلى تطوير هذا الكرسي المتحرك المستقل بالكامل بعد أعمال استمرت 3 أعوام.
ويهدف مشروع الجامعة إلى تسهيل استخدام الكرسي المتحرك لذوي الإعاقة وكبار السن الذين يجدون صعوبة في المشي، ويعمل الكرسي بعد إدخال الوجهة المطلوبة حيث يتحرك إلى هدفه بسهولة وانسيابية. تمكن دانيال جرانت مدرس التصميم والتكنولوجيا في إحدى المدارس البريطانية من صناعة طرف اصطناعي لأحد تلاميذه البالغ من العمر 12 عاماً والذي ولد دون ذراع، حيث استعار جرانت إحدى آلات الطباعة ثلاثية الأبعاد الخاصة بالمدرسة واصطحبها معه إلى المنزل وأكمل الذراع الإلكترونية في فترة الإجازة المدرسية. يقول جرانت إن الطرف الآلي لا يزال قيد التنفيذ، لكن كان من الرائع رؤية تلميذه وهو يستخدمه. تستعد الفلسطينية غدير وزوجها في مسابقة الدول الصناعية لإنتاج فوانيس رمضان التي يقبل على شرائها الناس مع بدء دخول الموسم الرمضاني. وتطور العمل مع غدير خريجة قسم العلاقات العامة في كلية الإعلام بعد أن فقدت عملها في غزة، حيث مكنها التسويق من خلال استخدام مواقع التواصل الاجتماعي من الوصول إلى أكبر فئة ممكنة من الجمهور، وخصوصاً مع عدم قدرتها على توفير محل تجاري يتم من خلاله عرض وتسويق المنتجات التي يقومون بصناعتها. مشاهدين الكرام، ننوه لحضراتكم أن تردد قناة الرافدين الفضائية هو 10727 الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايل سات. يعمل عشرة من الشباب المصابين بمتلازمة داون في مقهى تبسم في منطقة أسكودار بمدينة إسطنبول لكسب الثقة بالنفس والانخراط في الحياة العملية والاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بمتلازمة داون. ويتبع المقهى مشروع المسؤولية الاجتماعية الذي تنفذه بلدية أسكودار، ويعمل فيه شبان مصابون بمتلازمة داون في قسم التقديم وتجهيز الطلبات. إحدى العاملات بمقهى تبسم قالت إنهم حققوا بعملهم هذا الكثير من المكاسب، وأنها تشكر كل من منحها الفرصة للعمل، وأوضحت أن المقهى قام بالتأمين عليهم وأنهم سعداء لكسب رزقهم بأنفسهم، وأن الانخراط في سوق العمل واستعمال وسائل النقل العام يزيد من ثقة المصابين بالمتلازمة بأنفسهم. فنحن نريد توصيل أصوات المصابين بمتلازمة داون إلى كل المجتمع من خلال العمل. منسقة مشروع مقهى تبسم قالت إنهم يبذلون جهوداً كبيرة لتوضيح أن مصابي متلازمة داون يمكنهم أن يندمجوا في الحياة العملية وأن يطوروا علاقات إيجابية مع غيرهم في الحياة الاجتماعية، وهو ما دفعهم لافتتاح الفرع الثاني من مقهى تبسم لزيادة هذا الوعي بشكل أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. حابين اليوم نتكلم معكم عن القلع المبكر للأسنان اللبنية. في بعض الأحيان لا نستطيع علاج الأسنان اللبنية، إما بسبب رض على الأسنان أدى إلى كسر الأسنان، أو بسبب نخر عميق أدى إلى مشكلة كبيرة في الجذر، وبالتالي عدم علاج هذه الأسنان وبالتالي تؤدي إلى القلع المبكر للأسنان. إذا حدث القلع المبكر للأدراس أو للأسنان الأمامية على حد سواء، دائما ننصح الأهل بتركيب شيء نسميه حافظة المسافة. فالشكل الطبيعي عند قلع أي درس في الأسنان اللبنية، هذا الشيء يؤدي إلى ميلان وانزياح الأسنان سواء السن الذي قبله أو السن الذي بعده، وبالتالي تؤدي هذه العملية إلى إغلاق المكان المتواجد به السن المقلوع. فعندما يريد السن يحين موعد بزوغ الدرس الدائم أو السن الدائم، فبالتالي لن يكون هناك أي مكان لظهور هذا السن، وربما يؤدي في بعض الأحيان إما إلى تركيب تقويم أو إلى قلع السن الدائم نفسه. فبالتالي عملية حافظة المسافة تؤدي إلى حفظ المسافة من أجل إفساح المجال لبزوغ طبيعي للدرس أو السن الدائم. في بعض الأحيان ربما تحتاج الأدراس الدائمة أو الأسنان الدائمة للقلع بنفس الأسباب. ربما الطفل تعرض إلى أذية أو رض أدى إلى كسر السن وعدم القدرة على استرجاعه، وربما قد يكون السبب هو نخر عميق أدى إلى قلع السن. فأيضا الدرس الأول هو الذي يظهر في عمر 6 سنوات، كثير من الأهل لا تعلم أنه درس دائم، فبالتالي يصبح النخر عندما يصبح النخر متواجد، فالأهل لا تذهب إلى طبيب الأسنان لمعالجته، وربما تقول يعني بنفسها سن لبني سوف يتبدل، يعني لا يوجد أي مشكلة، وهنا تحدث المشكلة. فعند ترك هذا الدرس لمدة طويلة وعدم التدخل مبكرا، ربما يؤدي كما قلنا إلى القلع. فإذا تم وحدث قلع الدرس الدائم، هنا للأسف لا يوجد بديل إلى هذا الدرس الدائم، فهنا يكون الحل عادة إما باستشارة طبيب التقويم لوضع تقويم للطفل من أجل إعادة الدرس الثاني محل الدرس الأول، وربما إبقاء المسافة بوضع حافظة مسافة، وحين يبلغ عمر 18 نقوم بعملية زرع محل السن الذي تم خلعه. وبهذا قد نكون وصلنا إلى نهاية فقرتنا لليوم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.